بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أريد أن أتحدث في هذا الفيديو باللغة العربية عن تجاربي الخاصة فيما يتعلق بالدول العربية، وأكثر الدول العربية أنا زرتها، وستحدث بصراحة. وأنا لا أريد أن أتحدث عن هاي البلدان، عن الأشياء الحسنة اللي قدموها الجيدة، لأنه هم دائما بيقولوا عن حالهم شو عملوا كذا. ما بدي، بدي أنا أتحدث عن الأشياء السلبية اللي أنا لاحظتها أو قرأت عنها، وحكون صريح. أنا يوميا عندما أصلي صلاة الفجر، أنا أحد الدعاء اللي بستدعيه: اللهم اجعلني قويا شجاعا، أقول كلمة الحق ولا أخاف في الله لومة لائم. ودائما أنا أتمسك بالآية اللي بتقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بخاف أنا، وأنا في أمريكا صريح، في أي بلد أنا كنت فيها صريح وبحكي الحق، والرزق على الله زي ما بكل مثل. فأنا بدي أبدأ من الشرق إلى الغرب، يعني من الخليج اللي بيطلقوا عليه الخليج العربي، والإيرانيين بيطلقوا عليه الخليج الفارسي. وأنا اقترحت على الإيرانيين في أواخر السبعينات عندما زرتهم لأول مرة من شان أساعد في فك الرهائن الأمريكان اللي كانوا بالسفارة وأخذوهم الطلاب، إنه يسموه الخليج الإسلامي، شان خلاص ما بدنا لا عربي ولا فارسي، إسلامي. وأنا قدمت لهم الاقتراح. خليني أبدأ من هناك. أول شيء أبدأ في دولة الإمارات اللي هي أسسها الشيخ زايد آل نهيان. طبعا أنا سمعت دعايات سيئة جدا عنه، خاصة من ناحية الجنسية ومن ناحية الشغلات هاي، ولا أريد أن أدخل فيها لأنه ما بعرف. أنا قرأت عنها ببعض الجرائد العربية اللي بتصدر في أمريكا من زمان، بالتسعينات أو الثمانينات حتى، ما بدي أدخل فيها لأني ما بعرف. ولكن الإمارات أسوأ دولة الآن موجودة حاليا، من أوسخ الناس هو محمد ابن زايد، لعنة الله عليه، طلع عليه زي وجهه زي القرد. هذا أوسخ إنسان، هذا صهيوني مجرم وقاتل. هو اللي ضد الربيع العربي، وفي إيران وفي اليمن عمل أفعال فظيعة جدا، وهو اللي نصح هذا الطائش أبو جهل اللي هو محمد بن سلمان إنه يعمل حصار على قطر ويعمل كذا ويصير كذا. هذا لعنة الله عليه، ما مر على العالم العربي أوسخ من هذا الشخص. هو أضعه في نفس السلسلة اللي فيها بشار الأسد والسيسي وحفتر والمالك، كلهم من هذول الجماعة السيئين هذول. ولكن هذا أكثر، هذا صهيوني هذا. وأنا ألوم دائما الإمارات: يخرب بيتكم، أنتوا عدة إمارات، وأنا تعرفت على بعضكم. يعني أجوا عنا في فلسطين مرة، واحد منهم من إحدى هاي الإمارات كان أمير وشي من النوع. كيف بتسمحوا لأبو ظبي إنه يتحكم فيكم كلكم؟ أنا هذا أسائلكم، يعني ليش؟ لأنه معاه مصاري، لأنه مش عارف إيه. المهم هاي من أوسخ ما يمكن. ذولا بيجي جنب الإمارات بتيجي الكويت، وأنا أعرف الكويت، الكويت بلد كويس جدا، ولكن نفس الشيء الكويت في مشاكل.
من ناحية العائلة ما بدهم يحكوا شيء، دائما بيحاولوا يكونوا كويسين مع الجميع. ما بصير الحق يمشي مع الحق. وأنا الحقيقة أنا بلوم الصحافة الكويتية والمجلس النواب إنه يكونوا لهذا، لأنه عندهم انتخابات حرة. ولذلك أرجو إنه يكونوا صريحين جدا إنه كثير من هاي الأعمال اللي قاموا فيها السعودية مثال على ذلك وأبو ظبي إنه يقولوا عنها هذه أشياء أشياء سيئة. هاي ما بكفي إنه يكونوا على الحياد. دولة أخرى اللي هي عمان، أنا بعتبر عمان من الدول المنافقة، بدهم يكونوا كويسين مع الجميع. ما بصير إيه اللي هو ابن قابوس شخبوط ابن لخبوط هذا وشان. شو هذا يحكوا كله هذا غلط اللي بيعملوا هذا ما بيقولوش بالمرة. على كل حال اليمن، اليمن طبعا هذاك راح علي عبد الله صالح في مزبلة التاريخ اللي هو كان سرق الأموال وإلى آخره، والجماعة اللي اتفق معهم الحوثيين هذولا وسخين جدا. الحوثيين هذولا يعني أنا ما بهمني إنه مذهبهم ممكن يدرس ممكن كذا، تعالوا تفاهموا معهم. أما تروحوا تأخذوا من إيران وتعملوا هاي الشغلات كلها لا يجوز، يعني شيء وساخة هاي. ولكن أوسق من هيك المملكة العربية السعودية، حتى مرات أنا بشوفهم في تعليقاتهم مرات ما بيقولوا المملكة العربية السعودية كلها، لا المملكة، وكأنه ما في غيرهم. أعتقد أنه فقدت شرعيتها إنها هي حامي الحرمين الشريفين، لأنه الأعمال اللي قام فيها سيئة. مش بس أنه قتلوا هذا جمال لوحده، وإنما أعمال سيئة جدا. أنا قابلت 2 من ملوك السعوديين، الملك فيصل رحمة الله عليه أنا قابلته عندما جاء إلى جامعة غرناطة، وأنا زورته في قصر الحمراء وطوفت فيه، وكنت بترجم له من الإسباني إلى العربي وإلى آخره. كان رئيس البلدية هناك، وكان رجل فذ، رجل عظيم، الملك فيصل رحمة الله عليه. وحتى قدمت أنا شهادة كدكتور فقري، لأني كنت أنا بخلص من كلية الطب آخر سنة، وبعدين قابلته مرة ثانية بالطائف رحمة الله عليه، كان ممتاز. أجى بعده الملك الملك خالد، أنا قابلته عندما عمل العملية في كليفلاند كلينيك في ولاية أوهايو، وكان رجل يهتم بالصيد أكثر شيء. ولكن أجوا من أوسخ ما يمكن الملوك اللي بعده، فهد كله كان نسونجي على النساء وعلى كذا والمصاريف وإشي من النوع هذا، سيء جدا كان. وبعدين هو اللي ساعد في ضرب العراق وتدميره، ساعد الأمريكان. على كل حال أنا لا أهكن الاحترام ولا أترحم عليه. نفس الشيء هذا بالنسبة إلى الملك عبد الله، هو أوسخ واحد. الملك عبد الله اللي راح دفع 30 مليار دولار إلى عبد الفتاح السيسي وقام الربيع العربي كله، ملعون هذا. وبعدين الملك سلمان اللي هو عقله ما داري عن حاله بالمرة على الإطلاق، وابنه هذا محمد بن سلمان أنا أطلقت عليه من البداية أبو جهل، ولكن الله سبحانه وتعالى جابه مشان يدمر هاي العائلة الفاسدة من الداخل، بسميهم العرابة دول. وأنا أريد أن أذكر شيء مهم جدا، هل زواج مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز كان زواج إسلامي ولا زواج متعة؟ كيف بيتزوج بيكون عنده هذا، بيروح واحد بكتب له دائما بزوجه مشان يروح مع واحدة يتزوجها مرات مدة بسيطة جدا، عبين ما انه يجي
اولاد وبعدين مطلقها بروح على واحد ثاني، قال بحجة انه بيجمع القبائل كلها. هذا زواج متعة، هذا لانه الواحد الزواج في الاسلام لازم يكون زواج على طول بدون هذا، واربعة بس، هو كان اكثر من اربعة بس ايش يطلق على اساس يظل مع اربعة. انا ما بآمن بالشغلة هاي. وبعدين انا درست في السعودية كمعلم مدرسي بين 59 و62، وحياة الوالدي الله والدي الله يرحمه كان تزوج واحدة سعودية من منطقة الأحساء، وأنا عندي إخوان سعوديين وأخوات سعوديات والحمد لله. على كل حال لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، ولكن السعودية لم تفعل ما يجب أن تفعله كدولة بتدعو إنه الإسلام. كيف بيعملوا هاي الشغلات هاي؟ في ظلم وفي استبداد وكله بس على السعوديين والجماعة اللي هنا. بديش أنا أدخل الموضوع، ولكن في عنده أشياء كتير سلبية موجود بالسعودية. بنيجي من السعودية بننزل هناك على البحرين، ما شفت أسوأ من هذا الجماعة البحرين دولة. هذا اللي هو ملك البحرين كان هو أمير بده يعمل حاله ملك، بده ينفخ يعني، راح غير كل شيء من إمارة إلى مملكة البحرين، وهاي كلفت الدولة بجوز ملايين الدولارات. ليش ما تحاسبوه هذا؟ وبعدين أكثر الجماعة الموجودين عنده هناك هم من الشيعة، في ظلم عليهم كثير لأنه لازم يكون هناك نوع من الديمقراطية. وبعدين هو من الجماعة اللي يتعاون مع الدولة العصابات الصهيونية، ولذلك أنا ما بحب هذا الشخص. نيجي على قطر. قطر أتمنى يوم الأيام يفكروا إنه يغلقوا هاي القاعدة تاعت الأمريكان. يا أخي لا تفتخروا بالقاعدة هاي ولا تقولوا كذا، استغنوا عنها، عندكم أموال أنتوا، شو هاي؟ مش هتحميكم. أعظم شيء أنتوا حققتوا يا قطر هي إنشاء قناة الجزيرة. أنا أعرف الجزيرة وأنا تدخلت فيها وظهرت بالاتجاه المعاكس عدة مرات وإلى آخره، من أروع ما يمكن. هاي أعظم حدث حصل إلى العالم العربي بجوز من 20 أو أكثر من 20 سنة، وهذا أنا ذكرته دائما، ممتاز جدا. ولكن لا تركزوا الآن بس على السعودية يعني كله هجوم عليها أو مش عارف إيش، لكن ركزوا على أساس إنه حاولوا يغلقوا هاي القاعدة إذا بدكم يعني تكونوا مظبوطين ماشيين. وأنا أعتبركم من أفضل الدول العربية الموجودة حاليا أنتم، واستضافتكم إلى الإخوان المسلمين كان شيء جيد، لأنه أعظم ناس هم الإخوان المسلمين، رغم أني أنا مش عضو منهم، جماعة معتدلين كويسين إلى آخره. ولا لا أزال أذكر القرضاوي، كنا ننتظر في الشريعة والحياة كل أسبوع، كان يوم على ما أعتقد كان يوم أحد، وكان الواحد يكون فاضي ويتمنى مشان يسمع له إياها. على كل حال هذا الشيء اللي بقوله أنا. بعدين نيجي بنعرض على العراق. العراق أنا زرت العراق مرات عديدة وتقابلت مع صدام حسين وحاولت أمنع الحرب عن إيران، بقصد عن العراق، بأنه أساس ينسحب من الكويت وإلى آخره. هاي قصة بعملها يعني هذا. ولكن من أوسخ الناس اللي أجوا هناك هو اللي هو المالكي، هذا قاتل، هذا يجب أن يحاكم، وإن شاء الله حبل المشرق يكون على هذا على رقبته، لأنه مجرم وقتل. بعدين بيجي بعده بيجي الحشد الشعبي. الحشد الشعبي اللي هم الشيعة هذول جماعة متطرفين وسخين أبدا، زيهم زي داعش، زي التطرف السني هذول المسلمين أبدا، نفس الشيء يعني. على كل حال لا أريد أن أخوض هناك، لأني أنا عندي كثير في
في الفيسبوك بتاعي وفي الويب سايت بتاعي دكتور سعيد دوت نت كله مكتوب عن العراق بجزء ربع الاشياء اللي انا موجوده في دكتور سعيد دوت نت هي عن العراق. بعدين من العراق بنيجي على سوريا. على سوريا لم يظهر انا في نظري بتاريخ الام العربية 1400 سنة اكثر من هاي الدكتاتورية اللي صارت اللي هو الملعون حافظ الاسد وابن بشار الاسد. هذولا اوسخ ناس واتمنى يوم من الايام انه ينتهوا هذولا وانه انه القرداحة هاي اللي بسموها هاي اللي مركز العلويين تزال عن الوجود ابدا تمحى تماما. يعني ما يظل إلها ما يظل ذكر. وأنا آسف جدا إنه كانت على وشك الثورة تربح وبعدين ما بعدين توقفت. وأنا لا أريد أن أدخل الآن في المواضيع لأنه شيء معقد. ولكن أنا عندي تجارب من ناحية سوريا ولا أريد أن أذكر التفاصيل عن التجارب. ولكن عندما تزوجت أنا من زوجتي أم أولادي وكانت في درعا ورحت أجيبها أنا من شان كنت أنا في مع تريد ميشن يعني مع من حاكم داكوتا الشمالية كان جاي لأمور تتعلق بهذا بأعمال تجارية مع الأردن. مرينا مصر وأجع الأردن وانا رحت مشان خطبت بنت الاستاذي. وفي يوم الايام اللي هي مصمودي رحت مشان اجيبها ومنعوني ادخل من الرمثة الاردن على درعا. ليش؟ لانه قبلها بيوم انا مريت لقيت الحمامات اللي على الحدود هاي كلها فايضة بالاوساخ كلها الخرق كله طالع وشمال نوع النوع. فانا رحت أساس غيور على هاي البلد ورحت على المحافظ قلت له إنه كذا كذا شفت يعني شيء مؤسف هذا بتعطي صورة سيئة عنكم. أجي قال لي إيه هذا صار يحكي قال إنه بعث واحد مشان ينظف وإجي وأجي قال له وهو كذاب بالمرة. ويوم سألني إيش جاي قلت له أنا في عندي عروس بدي أجيب أخذها بكرة إن شاء الله وأخذها مشان خلاص الزواج حيكون يعني وثاني يوم جاي مشان اجيبها كنت بروح وباجي من 3 ايام واذا بيقولوا لي ممنوع في عنا اوامر ممنوع تدخل سوريا انت. ايه كيف صارت؟ بعدين اجى واحد من الجماعة اللي على الجمارك بينه وبينه حكالي بينه وبينه قال اجى اوامر عليا يظهر قال لي من المحافظة ما قبل يقول من المحافظة انه ممنوع يدخل هذا. قلت له يا اخي بس بعيدة عنكم بدي اجيب خطيبتي وارجع من شان الله خطيبتي زوجتي. ابدا رفضوا يسمحوا لي لانه انا نصحت نصيحة انه هاي الاوساخ كلها هاي من نوع. فاذا انا بنصحهم نصيحة وبيعملوا هذا العمل هذول ما في اسفل من هيك ابدا. بعدين خليني اجي على الاردن. الأردن أنا معاي جنسية أردنية رغم أنه أنا من أصل فلسطيني وطبعا جنسية أمريكية. وأنا بقول بصراحة أنه الأردن أنا الحكم بتاعها أنا ما مبسوط منه أبدا على الإطلاق. أنا بحب تكون هناك بحب تكون عبارة عن ملكية دستورية على غرار بريطانيا. أما يجي الملك يعين اللي بده إياه ويطلع ويجي ما بصير. وأنا دخلت مرتين في الانتخابات في الأردن عن البرلمان مرة عن الزرقاء ومرة عن عمان عن الدائرة الثالثة 1997. وأنا أقول بصراحة وعندي إثباتات تامة إنه كلها انتخابات تزوير ما فيها لا انتخابات حرة ولا شيء. كلام سخيف هذا. ولذلك وبعدين أنا من ناحية الأردن أنا شخصيا لا أرحب بالأعمال اللي قاموا فيها. يعني من أيام حتى جدهم الشريف حسين اللي هو راح
اتفق مع الانجليز وقام ضدهم ضد الخلافة العثمانية، وهي انا بعتبرها كانت خيانة. الملك عبد الله كان خائن لانه هو اللي راح ترك يعني كل المسألة، ما بده يحافظ الا بس على جزء القدس هذا الاماكن المقدسة، والبقية انسحب الجيش الاردني وما حارب. وبعدين بعد اجى الملك حسين وعمل هاي الاتفاقيات وادي عربة، كله هاي عبارة انا بعتبرها خيانة هاي كلها. وبعدين الملك عبد الله هذا نفس الشيء بيعمل اتفاقات معاهم والى اخره، هاي اشياء ما بيأمن فيها على الاطلاق. بعدين نيجي بنعرج على فلسطين، انا اصلي من فلسطين، مولود من حوالي 70 سنة 1938 في حيفا، ولا اريد ان ادخل التفاصيل، ولكن انا قابلت المرحوم ياسر عرفات في رام الله، وقابلته في جنيفا والى اخره، وانا مطلع عليه، وانا بعرف انه هناك عبارة عن فساد، والاشخاص اللي حواليه من اللي هو رمز الخوري، وبعدين مش عارف ايش على كل حال الجماعة اللي حواليه ما كانوا كويسين ابدا. والسلطة الفلسطينية الان انا في نظري عبارة عن سلطة من المرتزقة، بتعاونوا مع دولة العصابات الصهيونية وبحطوا الناس بالسجون شي من النوع، ما بدهم الا رواتبهم. ولذلك انا ما بآمن بالشيء اللي بيكون فيه ابو مازن، وهو انسان مخرفن الان، ما مش داري عن حاله شي من النوع، بقول لك دائما بدنا من اجل السلام وسلام، شو وين السلام؟ ما خلوا لكم ولا شيء من النوع. وانا دائما بذكرهم انه هذول اليهود اللي سيدنا موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مشان يعرفوا مين قتل واحد قتل ثاني، صاروا يسألوا عن لونها وعن كذا وعن كذا. يعني صور نشفوا ريق سيدنا موسى على بقرة، اقرأوا سورة البقرة هناك، وانتوا بتفكروا إنه راحين تأخذوا الأراضي، راحين تأخذوا نصيبكم من هناك، ولا شيء، بضحكوا عليكم وحيشلحوكم كل شيء. ماذا اللي شلحوكم؟ الكلاسين شلحوكم من القمصان مش من نوع وخلاص. فأنا لا أؤمن بكم بالمرة، وخاصة أنا فتح، أنا كنت بعمل فيهم، بتعاون معاهم عندما كنت بعمل اللي هي الأحوال الصحية والاجتماعية اللاجئين الفلسطينيين في السبعينات، في 1970، أنا عارف. ولذلك بدكم مش تصالحوا مع حماس، لأنه بدكم إيش؟ كله اتفاق مع إسرائيل بس فقط. على كل حال أنا ما بديش أدخل في المواضيع كلها، خلينا خلصنا من سوريا وخلصنا من فلسطين، نيجي على مصر. أسوأ ما مر على العالم العربي كله من بجوز هذا المجرم القاتل الصهيوني اللي هو عبد الفتاح السيسي، كان عبارة عن حكم أجا هو بيطلق عليه الإخوان المسلمين، صوت. وحتى لو صار الإخوان المسلمين ما دام جاءوا عن طريقة انتخابات، انتظر يا أخي 4 سنوات وبعدين بتطلع الرئيس الجمهورية اللي هو محمد مرسي، أما تروح هذا ورابع العدوية وتروح تقدم شيء من النوع، والله العظيم لن ينسوها إليك. وبعدين أنا بقول إنه مصر المأساة فيها، لأن أنا عاصرتهم كلهم، إنه حكم العسكر اللي هو من أيام جمال عبد الناصر، رغم أنه كان وطني متحمس ولكن سيء جدا، ولعنة الله عليه وعلى أنور السادات وعلى حسني مبارك وعلى السيسي الآن، لأنهم هم اللي مهدوا لحكم العسكر. وأنا كنت دائما في حياتي أسوأ ناس في العالم العربي كله هم العسكر، وزارة الداخلية والهذا وزارة الداخلية والمخابرات، هذول الثلاثة، هذولا مأساة. وين ما يجي حكم العسكر انتهى، نوسخ ما يمكن. بعدين بعد منيجي منعرج على ليبيا هذا حفتر، هذا على نفس المستوى تاع السيسي، نفس مستوى الدكتاتورية، هذا لعنة الله عليه، إن شاء الله حيزال عن الحكم وإلى آخره. وهذا مين اللي بدعمه؟ أبو ظبي، وبدعمه السيسي إلى آخره. على كل حال قبل ما أني أنزل
على ليبيا. أنا كنت بدي أقول عن السودان شوية، لأن أعرف السودان ما زرت على الإطلاق، ولكن رحمة الله عليه عبد اللي هو على كل حال بعدين بس يجي علي هذا مشان أتذكره، اللي أنا أسسته أنا وإياه اتحاد الجمعيات الإسلامية، حسن الترابي رحمة الله عليه، أنا وإياه وواحد آخر أسسنا اتحاد الجمعيات الإسلامية، المنظمة الإسلامية في أوروبا كلها. هو كان في جامعة السربون يدرس في هذا في 1964، إحنا اجتمعنا في جنيفا، وأنا كنت ممثل جاي من غرناطة اللي هي إسبانيا، وأسسنا الاتحاد. على كل حال هذا كان ممتاز جدا، هذا حسن الترابي رحمة الله عليه. بعدين بنيجي من السودان، بنيجي بنطلع على كلنا على ليبيا، من مشي من ليبيا إلى تونس، وأنا من الجماعة المؤيدين كنت للنهضة، وأنا اجتمعت فيهم واجتمعت برئيسهم اللي هو الغنوشي في بغداد، عندما جاءوا مشان كان هو في عايش في بريطانيا منفي، وأجا هناك مشان تأييد إلى الرئيس صدام حسين ذلك، واجتمعت معه وسلمت عليه وشي. ولكن هذا اللي أجا بعده هذا القائد السبسي سيء جدا هذا، والحقيقة إنه أنا ماني مبسوط منه. صارت تتراجع الثورة اللي هي الثورة المباركة اللي صارت، ولكن إن شاء الله يجي الأمور تتحسن. نيجي على الجزائر، الجزائر أنا من زرت الجزائر، وأنا من الجماعة اللي بأيده كثير اللي هي الشعب الجزائري، وأنا من الأشخاص اللي دعموا الثورة الجزائرية بالخمسينات وأوائل الستينات، وحتى يعني كان إنسان أنا معجب فيه جدا كان اللي هو أحمد بن بلة، والفيلم اللي عملوه عن بحيرة اللي هي جميلة بحيرة كان فيلم عظيم جدا، وأنا حضرته، والطلاب في جنوب عمان، طلاب في مدرسة اللاجئين في مادبا، أنا كنت هناك مدرس وجمعت مصاري ورحنا مشان نحضر ذاك الفيلم المشهور. على كل حال هذا ذكريات كثيرة جدا. و نيجي منعرج على وين؟ على من الجزائر على المغرب، وأنا المغرب أعرفها كويس جدا، لأنه خطيبتي اللي كنت أنا كاتب كتابها كانت من المغرب، وكنا إحنا ندرس الاثنين في غرناطة. هي كانت أن كنت أعلى منها بصفين أو ثلاث، ولكن الحقيقة إنه كنت كاتب كتابها، ولكن ما صار زواج، ومع الأسف الشديد حاولت إني أخذها على كندا، لأني أنا انتقلت على كندا يعني مشان أشتغل هناك وأعمل تخصص هناك، ولكن حياة أبوها رفض، قال لي إما بتيجي هنا بتسكن معاها في المغرب بتشتغل، وإلا لا، وإلا ما بتروح معاك. وأنا حاولت إني أنقل يعني أشتغل في المغرب كطبيب كدكتور، ولكن رفضوا يعطوني لأنه أنا مش مغربي. وبعدين من عدة سنوات يعني بعد حوالي 10 أو 11 سنة من الطلاق اللي صار بيني وبين بين زوجتي، إنه يوم أجى تليفون منها، فإذا هي حضرتها هناك بتقول لي أنا فلان الفلاني. أنا استغربت شو عرفها كيف وين أنا موجود، بتقول لي إنه يوم صارت الانتفاضة اللي هي في فلسطين عرفت إنه أنا لازم أكون يعني من الجماعة اللي داخلين فيها، ولا أقل اللي مشاركين فيها تقريبا شيء، فقالت لي سألت عني واستطاعت تعرف إني أنا موجود في أمريكا هنا. فتلفنت لي وبتقول لي إنه بدي تيجي عندي تزورني،
واخوها كان موجود في كندا، فقلت لها دخيلك لا تيجي لانه انا متزوج وعندي 3 اولاد صغار الان، ولو تيجي انت كان زوجتي بتطلقني على طول. قلت لها كل صورك كل شيء اللي بيني وبينك كل مع بعض قصتهن كلهن، هاي زوجتي الغيرة هاي سبحان الله. على كل حال بالمهم انه يوم انت تلفنت لي بتقول لي انا حبيت اتلفنك لانه ابوي قبل ما توفى من سرطان لانه كان بيدخن كثير، قال لها يا بنتي دوري على الدكتور محمد وين ما بيجدي واطلب منه السماح، لانه هو اللي ما خلانا اتزوج، وهي تزوجت من واحد وهذا الشخص ما انبسطت معاه ما صار مجال وطلقه، هي كانت بدها اياني يعني، ولكن هذا اللي حصل. فبتقول لي انا بدور عليك من 10-11 سنة مشان اقول لك انه ابوي في اخر لحظة توفى في اخر لحظة قبل ما مات، قال لها دوري على الدكتور واطلب السماح منه. فقلت لها مسامح ورحمة الله عليه، هذا اللي حصل. بعدين اذا بنزل على موريتانيا انا جدا من المعجبين بموريتانيا، ولكن هذا الشخص اللي اجي بالاخر وراح بأيد السعودي وكلام كله كلام سخيف هذا، وانا ما بأيد هذا الشيء لانه موريتانيا هي بلاد الادب بلاد العلم بلاد كذا يعني معروفه جدا موريتانيا. وعلى كل حال قبل ما اني اخلص من هناك حبيت اعرج على الصومال، وهذول اللي أجوني اللي هم جماعة الصومال ما يسمى بالمجاهدين ما بعرف اسمهم، لعنة الله عليهم. وأنا كنت أتمنى إنه يصير شيء مشان نقضي عليهم هذول المجاهدين ما يسمى الشباب المجاهدين، ما هم مجاهدين وإنما قتلهم. ونفس الشيء في البلدان الأخرى اللي هي بتدعي إنهم هم مسلمين مع الجامعة العربية، ولكن ما عندهم هذا. وأنا من الأشخاص المعجبين فيهم الآن اللي هو أبي أحمد اللي هو بإثيوبيا رئيس الوزراء، وهو طبعا مسلم من إثيوبيا. وعلى كل حال أنا عرجت بسرعة، بدي بس أقول كلمتين عن الدول الإسلامية المجاورة. إيران أنا رحت على إيران 2 مرات، مرة في مشان هذا الرهائن الأمريكان يطلقوا سراحهم، هاي أول مرة في أواخر 1979 كان، واجتمعت أيامها في وما صار مجال معاي، كنت حاجتمع في الخميني رحمة الله عليه، وعلى كل حال ما صار مجال ورجعت. وبعدين رحت مرة ثانية عام 1981 عندما قامت الحرب ما بين العراق وإيران، والكان المبتدئ في ذلك الوقت هي العراق، وكان يشجعها السعودية والكويت، اللي كانوا يدفعوا لهم مصاري حتى إنهم غزوا وقاموا بغزو إيران وما استطاعوا، ولذلك صار عداء كبير جدا إلى ليس فقط إلى العراق وإنما لكل ما يتعلق بالسنة وبالعرب وإلى آخره. على كل حال أنا الشخص اللي أجا فيما بعد الآن ويسموه الخمائيني، أنا بقول لعنة الله عليه، هذا بده يعمل الإسلام زي على شكل ايش اسمه يسموها على شكل الفاتيكان، يعني انه قال انه مش عارف المهدي والحسين وش من نوع، وبعدين بحاول ينشر المذهب الشيعي في كل مكان. واكثر من ذلك ايد بشار الاسد هذا المجرم القاتل العلوي، ولذلك انا اعتبره من اسوأ الناس الموجودين حاليا بالعالم الاسلامي هو الخمائيني هذا. بعدين نيجي على تركيا ممتازة جدا، ولكن أنا آسف جدا إنه تركيا ما عملت اللي عليها أيام ما كانت روسيا داخلة على الإطلاق، كان لازم يعملوا تأييد أكبر بكثير إلى
لإزالة هذا الحكم الطاغوت اللي هو حكم بشار الأسد، ولكن تأخروا وبعدين ما استطاعوا لأنه عندهم ظروف سياسية وأخرى من ناحية مع روسيا، وهي روسيا عبارة عن دولة صليبية، عبارة عن دولة من، وأنا أشبهها بالدولة الصليبية اللي جاءت في القرون الوسطى وحاولت تغزو الدول هاي الإسلامية. على كل حال أنا عرجت بسرعة كل هاي، وأعتقد يعني آخر شيء أنه على الأقل أفضل ناس في الوقت الحاضر أنا أعتبرها تركيا، ومن الدول العربية قطر بس، والبقية كلهم عبارة عن سيئين جدا وليسوا من الأشخاص اللي يعني ممكن أنا أقدم احترامي لهم، كلهم عبارة عن دكتاتوريين وإلى آخره. وإن كنت أعرج وأتمنى إنه تونس ترجع مرة ثانية تكون إيش عندها تحرر أكثر، والمغرب أنا على كل حال حبيت أحكي على المغرب لأنه عبارة عن في ظلم، وخاصة أبوه اللي هو الملك اللي هو بيطلقوا عليه أمير المؤمنين الحسن، كان هذا إنسان سيء جدا الحسن، وأنا دائما لا أترحم عليه على الإطلاق، كان ظالم طاغي إلى آخره. وأنا هاي حبيت أحكي تعريج على كل الأمور هاي كلها، وأنا أكثر هاي الدول أنا زرتها ومطلع عليها. وعلى كل حال إذا أنا غلطت وما ذكرت بالتفاصيل أو أشياء أخرى فممكن نسيتها، ولكن هذا الشيء اللي بقوله أنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.